ده جزء بسيط من اللي انا عاوز اوفره. والبعض هيقول لك طب انت هتحاول تستثني الخبرات اللي احنا ممكن نعتمد عليها. طب نقول حاجة تانية، احنا 72,000 خبير، 72,000 خبير في دولة زي مصر، الناس دي بقى لها 30 سنة قاعدة. لو هم خبراء بجد بجد، لا نصف خبراء بجد، كان ده حال مصر؟ أكيد لأ. الإجابة منطقية، أكيد لأ، أكيد لأ. ما هو يبقى إحنا دولة معدومة يعني معدومة الاستفادة من خبرات هؤلاء، يا إما دولت مش خبراء أساسا. ما هو في غلط. أنا جبت لحضرتك الحاجة اللي أنت قلت عليها، طلعت لي منتج آخر، يبقى يا أنا جبت حاجة خطأ يا أنت مش عارفة تشتغلي في المنتج ده. كلام منطقي. يعني أقول مثال كده طيب سريع عشان احنا قدامنا دقيقة واحدة. طيب وزارة المالية لما شالوا منها أول امبارح بس 28 خبير ومستشار تم تعيينهم خلال السنة الماضية، وزارة المالية ماشية النهاردة بدون وزير زي الألماس. 28 خبير دول كانوا منين؟ من الإخوات طبعا. 28 خبير ده دولت اللي تعينوا تابعين الحرية والعدالة؟ اه طبعا، دولت اللي تعينوا آخر حاجة بس السنة اللي فاتت. آخر جو آخر قطفة. يعني ما كلام ضد المنطق، ضد المنطق. ما لو الخبرات دي فعلا عندها خبرات وكفاءات وكذا، احنا كنا احتلنا الولايات المتحدة الأمريكية، كنا بقينا متسيدين على 53 دولة في أفريقيا، كنا بقينا أكبر ما أنا بقول لحضرتك الإدارة الغنية. مصر محتاجة تقلق من حكاية، يعني سؤالي الأخير وسريعا جدا فآه أو لا، مصر محتاجة تقلق من حكاية أصلهم هيقطعوا المعونة، أصل أمريكا هتقول، أصل يا سيد الفاضل أنا بقول لك أول قرار لو أنا ماسك رئيس الوزراء أطلع سيد الفاضل معونة عسكرية، لو اتكلمت فيها كلمة واحدة تلميحا أو تصريحا إن أنت هتعيد النظر في المعونة دي، ما إحناش عاوزينها وروح فارق. انت بتاخد قصادها خدمات من مصر قد دي. سيدة الفاضلة حجم التبادل التجاري بين مصر وامريكا 52 مليار دولار سنويا، لو انا باخد نسبة خصم 5% يبقى انا على الاقل اعمل لي 3 مليار دولار سنويا نسبة خصم للجملة. انا بشتري جملة باخد نسبة خصم، انا اللي باخده لا يتجاوز 1.2%، يعني انا حتى خايب في ان انا اخد نسبة الخصم. الحاجة التانية هو بيورد لي بيها كلها أسلحة أو قطع غير أسلحة، المصانع المتوسطة والصغيرة عنده اللي تدتني السلاح المتخلف ده هي اللي بتشتغل عنده، 62% من قيمة المعونة بيعود تاني له. الحاجة التانية هو يعلم عني وعن الجيش كل خرم فيه ايه. الحاجة الرابعة هو بيديني أسلحة أقل من إسرائيل درجتين وثلاثة، أنا مش عاوزه. هي دي المشكلة. لما كانوا بيقولوا القطر أصل قطر جاية هتحتلنا، قطر إيه اللي تحتلنا؟ انا قطر دي وانا في الاعدادية كانت الخريطة فيها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت المحمية السابقة، ما كانش فيك قطر وانا في الاعدادية. يعني انا ما خافش، انا لازم اثق في قدراتي الذاتية ولازم اعمل برنامج. هي اليابان لما حبت تخرج من تحت العباءة الامريكية خرجت، ماليزيا لما حبت تخرج خرجت، كوريا لما حبت تخرج خرجت. هو ده، انت ناوي تخرج وعندك حرية وفكر وافاق ولا ما عندكش؟ بس